عن عائشة رضي الله عنها أنهم ذبحوا شاة فتصدقوا، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم: ما بقي منها؟ قالت عائشة: ما بقي منها إلا كتفها. ومرادها أنهم تصدقوا بهذه الشاة ولم يبق إلا الكتف. فقال صلى الله عليه وسلم: بقي كلها غير كتفها. والمعنى أن الذي أكلتم هو الذي ذهب، وأما ما تصدقتم به فهو الذي بقي لكم. قال تعالى: والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. الأمر الواحد يمكن النظر إليه بأكثر من طريقة، وكل طريقة لها أثر على النفس يختلف عن الأخرى. وأحياناً بتغيير بسيط في طريقة نظرك إلى الأمور تتغير طريقة عيشك واتخاذك للقرارات وما تصرف فيه وقتك وجهدك. هناك أشياء كثيرة تؤخذ بعين الاعتبار عندما ننظر إلى أمر. فعندما تريد أن تأخذ قراراً مثلاً، تنظر إلى حاجتك لهذا الأمر، وما هو أثره عليك، كم ينفعك، كم يسعدك، كم يدوم ذلك النفع، وكم تدوم تلك السعادة، ما عاقبة هذا الأمر، إلى ما يوصلك. وعادة نحاول أن ننظر في مجموع هذه الأمور حتى نختار ماذا نفعل. إن في دين الله ما يساعدنا في هذا الأمر مساعدة عظيمة، فالله تعالى الحكيم العليم بعواقب الأمور دلنا على ما فيه النجاة والنفع والسعادة الدائمة، ونبهنا، أخبرنا أن هذه الدنيا ليست دار البقاء، وأن الزكي من أعد لآخرته. قال تعالى: وما هذه الحياة الدنيا إلا لهو ولعب، وإن الدار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون. لهي الحيوان أي هي الحياة، الآخرة هي التي فيها الحياة المستمرة الدائمة ولا موت فيها. وقد أخبر الله تعالى عن قول من يقول في الآخرة متحسرا: يا ليتني قدمت لحياتي، أي الآخرة، أي يا ليتني قدمت الأعمال الصالحة في الدنيا الفانية لحياتي الباقية. أنت ألست عندما تريد أن تقرر ماذا تفعل في أمر وكيف تنظر إليه ترجع إلى كلام شخص خبير بهذا الأمر، ويكون صادقاً شفوقاً عليك، يحب لك الخير؟ نحن رسول الله صلى الله عليه وسلم علمنا وفهمنا كيف ننظر إلى الأمور، وهو الصادق الأمين الذي لا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى، ولن تجد شخصاً أعلم منه ولا أزكى منه ولا أنور قلباً منه صلى الله عليه وسلم لتأخذ بكلامه. غير نظرتك إلى ما يتوافق مع ما ورد في الدين. فإذا قيل لك: الآن وقت شبابك، شبابك يمضي وأنت لا تختبر هذه الأمور، شرب الخمر، كشف العورة، والزنا، الشباب لن يرجع، ستفوتك الفرصة، قل: إن لم أشتغل بطاعة الله في شبابي فالذي سيفوتني فرصة أن أكون من الذين ذكرهم النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: وشاب نشأ في طاعة الله، في ذكر من يكون في ظل العرش يوم القيامة.
إن قيل لك اصرف مالك الآن في تزيين بيتك وتحسينه، فإن الكثير من وقتك تقضيه في البيت وتحتاج للراحة فيه، فقل بقائي في قبري أطول وحاجتي للراحة هناك أكثر، واصرف مالك في طاعة الله، اجعل نظرتك إلى الأمور مستندة إلى ما جاء في الدين. إذا آذاك شخص وشعرت أنك تريد أن تنتقم لنفسك، وحاول الشيطان أن يخدعك ويوسوس لك أنك بالانتقام تعز نفسك، فتذكر قول النبي صلى الله عليه وسلم: ما زاد الله عبدا بعفو إلا عزة. فأنت تعز نفسك بالعفو، وليس في هذا إذلال لها. وإذا دعتك نفسك للتكبر وأراد الشيطان أن يوهمك أن التواضع يقلل من شأنك، فتذكر قول النبي صلى الله عليه وسلم: وما تواضع أحد لله إلا رفعه الله. وقد قيل للإمام عبد الله بن المبارك: إلى متى تكتب العلم؟ بعض الناس سأله هذا لأنه استغرب، يعني أنت حصلت علما كثيرا وما زلت تطلب العلم، إلى متى تطلب العلم؟ قال: لأن نظره لم يكن إلى كم حصل، بل كم يحتاج بعد. فقال ابن المبارك: لعل الكلمة التي أنجو بها لم أكتبها بعد. أنت لا تعلم ما هي الحسنة التي يثقل بها ميزانك إن شاء الله. اجعل هذا نهجك، اجعل نظرتك إلى الأمور ترجع إلى القرآن والحديث، كلام الله تعالى وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. فإنك إن فعلت هذا ارتاح بالك وأمنت، واثبت على هذا. وتذكر بلالا رضي الله عنه، فإن امرأته كانت تقول حين حضرته الوفاة: يا حزناه، تتألم لوداعه. هي نظرت إلى الفراق الذي سيحصل بالموت، أما هو بلال الذي قدم لحياته وعمل لآخرته، فإنه نظر إلى الموت بطريقة أخرى، فهذا الموت سيقربه من لقاء حبيبه صلى الله عليه وسلم وأصحابه. فبينما كانت امرأته تقول وحزناه، كان يقول فرحا: غدا نلقى الأحبة. اللهم اجمعنا في الآخرة مع الأحبة محمد وصحبه، ولا تجعل اللهم الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.